هذه القصة حدثت في أحد سجون ألمانيا في حقبة الستينات ميلادية بعد الحرب العالمية الثانية. سجن شهير بمعاملة القاسية، كانوا المساجين فيه يلقون الأمرين معاملة شديدة قاسية، باستثناء سجين واحد يدعى شميدت. كان الحراس مدلعينه معاملة حسنة برفق، يعطونه بعض الامتيازات، لدرجة أن بقية المساجين كرهوا، قالوا هذا جاسوس مزروع بيننا لا أحد يكلمه. هو حاول يتواصل مع المساجين، قالوا له أكلمك إن جاسوس. قال يا جماعة الخير أنا والله ماني جاسوس، أنا واحد منكم، بل أنا أطولكم محكومية، مسجون مؤبد. قالوا ليش الحراس يعاملونك بامتياز عن بقية المساجين؟ لازم تعطينا السر، يوم اسقط في يدي. قال لهم علموني وش تكتبون لأهاليكم في رسائلكم الأسبوعية. قال وش نكتب؟ نكتب ما نلقاه من معاملة سيئة قاسية من هؤلاء الحراس الملاعين. فتبسم شميدت، قال أما أنا ففي رسائل الأسبوعية أكتب لأهلي وأطمنهم، ودائما ما أختم رسالتي بإني ألقى معاملة حسنة في السجين ومن السجانين، بل أني أحيانا أذكر أسماء بعض السجانين. قالوا طيب يا شميدت وش دخل هذا في المعاملة الحسنة اللي أنت تلقاها؟ قال يا جماعة الخير جميع رسائلكم ما تطلع من السجن إلا بعد أن يقرأها هؤلاء الحراس ويطلعون على كل صغيرة وكبيرة فيها. فالآن غيروا طريقة كتابة رسائلكم. انبسطوا، قالوا عرفنا السر وعلموا بعض وغيروا طريقة كتابتهم للرسائل. الأسبوع التالي زادت معاملة الحراس قسوة لجميع المساجين، حتى شميدت نفسه لدرجة تعجب. نادى السجن وقال جماعة الخير انتوا سويتوا؟ قالوا سوينا. قالوا مش كتبتوا في رسائلكم؟ قالوا كتبنا ما نصحتنا فيه. كتبنا علمنا شميدت طريقة جديدة نخدع فيها الحراس ونكسب ثقتهم. حط شميدت يده على راسه. جميل انك تقدم المساعدة للآخرين، لكن الأجمل انك تعرف مع مين تتحدث، فليس كل مستمع ناصح حافظ للسر. ولا تكثر من الفضفضة، لا تدري متى يخون المنصتون، واللي يتناسب معك قد لا يتناسب مع غيرك.